هذا وأكدت مجموعة من النقابات والاتحادات المهنية المعتصمة في ساحة التحرير تضامنها ودعمها للمتظاهرين، وشددت على مواصلة اعتصاماتها حتى تحقيق مطلب المتظاهرين بإسقاط النظام الفاسد. نقابتنا نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين إسنادا لإخواننا المتظاهرين، نحاول نساعد بقدر المستطاع على قد إمكانيتنا، نجيب طعام وغداء طعام وماء وشراب، نوزع نحاول نعالج حالات الاختناق ونساعد ويا المفوزة الطبية ويانا مستمرين، وهي واحنا ويا الشعب، احنا شريحة من الشعب العراقي وشريحة عريقة من المجتمع، مستمرين وياهم احد من نتوفر المطالب. الفرص الحقيقية اللي ما منحها مجلس الوزراء لا بحزمة الإصلاح الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، نتاجات هزيلة لاجتماعات بليدة. احنا نريد انجازات حقيقية للصناعة للعامل للمواطن، يصير اختلاف حقيقي. يعني انا يوم شفت واحد شايل قطعة يقول ماكو وطن ماكو صناعة، فعلا احنا الصناعي يحس نفسه غريب، يطلع برا مقدري ومحترم، واذا به هنا يعتبر عاطل يستجدي اللقمة. راضين رفض قاطع الحكومة اللي استلمت من 2003 ولحد الآن 2019، هاي الحكومة دمرت الصناعة الوطنية، دمرت الصناعة القطاع الخاص والقطاع العام، لأن بلد كنا بلد صناعي، جت من 2003 ولحد 2019 نهت الصناعة، ماكو، كانت توعدنا راح نشغل المصانع، لو شغل المصانع من 2003 لحد الآن، كان ما طلعت هذول الشباب. بالنسبة عندنا هاي الخيمة والمعتصمين وراح يصير عصام مدني، ما نتحرك من هنا الا ما تجي هاي الحكومه، هاي الحكومه دمرت الشعب العراقي. احنا المحامين بصراحه وجود الخيمه هنا دعم للمظاهرات والمظاهرات السلميه، ونحث على المظاهره السلميه بصراحه لمحاسبه الفاسدين ومحاسبه هاي الحكومه اللي بصراحه اذت الشعب من 2003 لحد هسه ما قدموا شيء للشعب. احنا هنا نقابه الخريجين طب البيطري نساند اخواننا المتظاهرين، بقيه ندعم النقابات الاخرى. دورنا يعني هنا مثل ما تعرف الحالات الخفيفه واللي نقدر عليه ايضا من حالات خطره من المختنقين المظاهرين يعني اللي يتصابون، نقدم ادويه وعلاجات واشياء بسيطه باللي نقدر عليها ان شاء الله، وندعمهم باللي نقدر عليه. تواجدنا هو عباره عن اعتصام حتى لا نخذل طلبتنا، لأن كل الطلبة ينظرون لنا على أننا دعاة للحق ودعاة للحرية ودعاة للعدالة. اليوم تواجدنا هنا لأجل تحقيق هذه العدالة، اليوم هو يومنا، وعلى جميع الأساتذة الجامعيين التواجد والحضور في هذا المكان